لو انه سيدانت ما ساعدني كتير لحتى افهم انوشكا، ما كنت بعتقد انه انوشكا كانت رح تقبل الزواج. طيب نحن فينا نفوت لجوا؟ يلا تفضلوا. يلا تفضلوا. يلا. بعد كلام فيدانت، انت لازم تكون متوقع مني انه اجي لعندك لحتى اشكرك. لهيك شكرا لك سيدانت، لانك رحت وحكيت كل قصصنا الخاصه لفيدانت. انا كيف كنت رح احصل على شاب ظريف مثل فيدانت بدون مساعدتك؟ لازم تكون كتير مبسوط اليوم كيكي، وأنا ما فيني أتحمل إن أشوفك مبسوط هيك نهائياً. أنت أكيد هلأ مفكر إنه سودان شوناندا ما رح يعمل أي شيء، وإنه سودان شوناندا رح يضل ساكت على إهانته. معناها موعد الخطبة تحدد هلأ. إيه. رح اتصل فيك. شكرا مرة تانية سيدان، شكرا كتير. انت شاب كتير ذكي وفهمان سيدانت. انت كنت بتعرف انه فيدانت شاب بيعجبني، لهيك انت رحت وساعدت فيدانت بهالشي. ايه؟ انا هلأ كتير مبسوط. بابا انت عن جد كتير مبسوط؟ ايه اكيد، ما في داعي تسألي. معناها بهالحالة انت هلأ لازم تعطي سيدانت هدية. بعد كل شي عمله سيدانت اكيد عم يعمل كل هالشي مشان ياخد جائزة، وأنا ما بعتقد إنه رح يكون قادر إنه يعمل مهمة أكبر من هاي بحياته. آه، قول أنت شو بدك؟ رح أطلب منك لما يكون الوقت مناسب. أنا هلأ حصلت على الشيء يلي بدي إياه. دائما بتقول هيك، ولا مرة طلبت. انت اخذت وعد مني بعرس كارتيك كمان. شو في داعي لتنطري لبكره؟ انا رح احكي معه اليوم، انا بدي احكي معك بموضوع. بكره عرس ابني كارتيك، وهذا يوم عظيم، ورح تاخذ مني اي شيء. ليك اطلب شيء مره سيدانت، لانه انا ما بدي اكون مديونه لإلك. ايه ماما. سيدانت شوفي، ليش ما اجيت؟ نحن كنا ناطرينك بالمحطة. ايه صح، انتو كنتوا جايين اليوم. اسف ماما، انا ما بعرف كيف راح عن بالي. انطروني انطروني، انا جاي. لا لا ما في داعي ننطر، نحن وصلنا على البيت.
أختك بورفا كانت معي. هي قالت إنه بيكون عندك شغل مهم وأكيد مشغول. أنا ما بعرف كيف نسيت، أنا لازم كون أجيت. سيدانت كل شي تمام؟ صوتك مبين كأنك مزعوج. لا ماما أنا تمام، بس كان عندي شوية شغل ولهيك أنا مزعوج من حالي، لأنه أنا نسيت أمي وأختي بسبب شغلي هاد. أنت متأكد؟ في أي مشكلة؟ إيه ماما ما في أي مشكلة، أنت بلشتي أسئلة من لما وصلتي. طيب ماشي، حاول أنك تجي على البيت بكير اليوم. إيه ماما. كل شي تمام ماما؟ قال إنه أسئلتي كتيرة. أنتي هون؟ بدي خبرك أخبار حلوة. أخبار حلوة؟ اللابتوب اللي انبعت منه صور جول وسودانشو لما التقوا بالمطعم صلح مؤخراً، وأنا قدرت لاقي فواتير التصليح. لهيك فيك تقول أنا قريباً رح أمسك الجاني. كتير منيح عن جد، معك حق، هي أخبار حلوة. بس دانت كنت عم بتسأل ليش الفاتورة كانت بدرجك؟ فيك تقلي ليش هون؟ أنا بعتقد إنه في حدا عم يحاول يورطني. في حدا عم يحاول ورطك ها؟ ولا أنت اللي عم بتحاول إنه تخدعنا كلنا؟ وإذا كانت القضية هيك فأنت ما لازم تحاول إنه تورطني إلي على القليلة، لأنه أنا جاهزة إنه أحط إيدي بإيدك. عم تفهم علي؟ بشوفك. هي هلأ صارت واضحة حتى أكثر مما كنت متصور. شو رح تعمل سيدان سينا؟ بدك تخبر كيكي ريدي؟ أنا لازم فكر منيح وأعمل شي بخصوص هيرا سانيال. أستاذ هيرا بدها تشوفك. إلا أني مشغول كتير هلأ، خليها تقابلني بالبيت. قالت إنه الموضوع ضروري. شو؟ أنت فتي وما استنيتي موافقتي، في شي خطير؟ إنه أبعت الإيميل من لابتوب قديم لشركة ريدي كانت فكرة غلط. شو لازم أعمل؟ مبروك آنسة. شكرا. ألف مبروك أنسة أنوشكا. شكرا كتير. على فكرة أنا متأكدة إنك عطيت فيدانت فكرة سمك الأوراندو. مبروك، سمكة جديدة دخلت على حياتك.
وأنا سمكتي القديمة ماتت. ماتت؟ كيف هالشي؟ لا تخافي أنت، هاي هي قاعدة الحياة، لما بتصير شغلات جديدة الشغلات القديمة بتختفي نهائيا. شكلي انتي كمان بتحبي السمك. شو قصدك؟ قصدي سيدانت هو بحب السمك كمان. انا بعرف سيدانت قديشك انت كنت تحب سمكاتك هدول. على فكرة انا كمان زعلانة عليهم مثلك. بابا سيدانت. شوفي ما حدا رح يروح على البيت اليوم. ليش؟ سودان شو قدر هو انه يحرض مديرية التنفيذ ضد شركتنا، وهن بكره جايين ورح يداهموا شركة ريدي من الصبح. بابا أنا بعتقد إنه لازم نحكي مع عمي، قصدي لازم نحكي مع سودان شوناندا مرة تانية، كتير أمور ممكن إنها تنحل بالنقاش. بابا شريكانت هلأ ما عاد في وقت للنقاش، نحن هلأ لازم نجهز للمداهمة. إذا هيرا جابت هالمعلومات معناها هالشي أكيد 100%. معلوماتي مو ممكن انها تكون غلط. هلا بدي منكم تسمعوا شو رح اقول كتير منيح، لاني ما رح اعيد مره تانية. نحن اليوم لازم نتخلص من كل الاوراق الرسميه اللي بالمكتب، ولا دليل لازم يبقى هون. كمان شغلي، انتو اليوم يمكن انو تشوفوا ملفات ما شفتوها من قبل ولا كنتو بتعرفوا اي شي عنا. لا تهتموا، تخلصوا منن كلهم كمان مع الوراق القديمة. شريكانت خبر كل العمال ان يروحوا على البيت، نحن الستة بس رح نضل بالمكتب اليوم. راو. نعم استاذ. أنت فحصت آلة الإتلاف إذا شغالة؟ إيه استاذ. بلش شغل. ماشي. سيدان سينا هاي فرصتك الذهبية، أنا أكيد رح أقدر اليوم أطلع على ملفات سرية. أنا يمكن أقدر أني لاقي أدلة ضد كيكي بهدول الملفات. كأنه الكل عم يحضروا حفلة الرجال، ما هيك؟ بابا، شريكانت، وكارتيك، وينهم كلهم غايبين؟ هنن بالمكتب، عندهم شغل ضروري، يمكن يتأخروا ليرجعوا. حتى راو سيدانت معهم كمان. صح، على سيرة سيدانت، أنا إلي زمان ما حكيت مع مدام جياتري، أنا لازم روح وأحكي معها بعد العشاء. انت بترتاحي بعد ما تحكي معه صح؟ انتو ما بتشوفوا انه عائلتنا بتهتم كتير بعائلة سينا؟ حتى انوشكا ضلت هنيك هداك اليوم، بقيت مع بورفا. انت اللي جبتني على غرفتك؟ لوين كان لازم اخدك؟ الحالة اللي كنتي فيها يا
يعني لو أي حدا شافك. أنا ممكن أقع بورطة إذا أمي هلأ راحت واتصلت بالعمي جياتري، وقتها هي أكيد رح تعرف إنه أنا وسيدانت كنا لحالنا. أنا برأيي إنه الأحسن اتصل بالست جياتري هلأ من هون. ماما بتكون نايمة هلأ. بتنام هلأ؟ إيه؟ هن متعودين إنه يناموا بكير. إيه ماما خلص لا تتصلي فيها هلأ مشان ما تزعجيها. إيه اتصلي فيها بكرة الصبح. معك حق، هيك أحسن، رح اتصل فيها بكرة الصبح. تمام. شو يلي عم يصير؟ شكله رادي وأنوشكا متوترين، في شي غريب عم يصير. هاي ما بتفيدني بشي ولا حتى هاي. سيدة انت ابني، ما فينا نضيع وقت، يلا بسرعة، ما معنا وقت. راو، أنا طالع لبرا، بدي شم شوية هوا، بدي شم شوية هوا نظيف. ماشي استاذ. هو بيقتل الناس وبيظهر انه منقذ، هو بيأذي الناس وبيظهر انه عم يواسيهم، مع انه شخصيته سيئة وهو واحد قاتل، بس بيتظاهر انه بيبشر بالسلام. شكلك خايف كتير يا كيكي. انا قلت لك انت ما فيك تخبي ادلة الجريمة. انا ماني خايف نهائيا، انا بعرف منيح انه انت من خيالي، هذا كله مجرد وهم. مزبوط، معك حق، واضح انه هذا الشيء رح يكون من خيالك لانك قتلت رفيقك. شو كان فيني اعمل؟ انت ما تركت لي اي خيار. انا قلت لك اكثر من مره انه تترك موضوع تحطم الطياره وما بقى تحقق فيه، بس انت ما سمعت. لو انك قدرت تعرف الحقيقه فانا اللي كنت رح ادفع الثمن، لهيك كان لازم قلتلك قبل ما تعمل هالشي. ولهيك انت خنت ثقتي فيك وقتلت رفيقك يا كيكي. قلي انت مبسوط هلا؟ انا دائما بقدر لاقي سعادتي بشي طريقة، حتى لو بدي انتزعها. بس شو قصدك بأنه أنت تنتزعه؟ هذا الكلام ما بيجاوب على سؤالي. قل لي كيكي، أنت هلأ مبسوط ولا لا؟
أنا بتصور إنك خايف هلا لأنه كل شيء عملته رح ينكشف ويقدموك للعدالة. ليش مين هو اللي بيقدر إنه يحاكم كيكي؟ مين عنده الجرأة ليعمل هيك؟ ما حدا بيقدر إنه يأذي كيكي نهائياً. ممتاز، وأنا لساتني بتمنى لك الخير، ولأنه لساتني رفيقك يا كيكي. من زمان ما شفتني، ما بدي أخذ منك ضمة؟ كيكي. استاذ شبك، استاذ شوفي، يا استاذ شوفي، اللي استاذ شوفي. اللي راو، كل شي تمام بالبيت؟ ايه استاذ، كل شي تمام بالبيت. شو صار هون؟ يمكن لانه انا ما نمت منيح بالليل لهيك انا عم هلوس واتخيل. ما في حدا بيقدر انه يأذي كيكي او حتى يقرب عليه، ما حدا نهائيا. امتى اشترى كيكي من اجم الذهب؟ هي فاتورة كتير قديمة. كيكي ارتكب جريمة كتير بشعة، هو قدر يدمر طيارة كان فيها 200 مسافر، وهي اكيد ما أنا أول جريمة إله. اسمه عنوان البائع كمان موجود هون. انت خفت قدام كيكي اليوم، انت ما لازم تتلبك وتكون خايف. استنى بس للاقي شي دليل ضدك يثبت انه انت الفاعل. بابا، دائرة التنفيذ هون. كيكي اسمع، أنا لازم روح لأنه ما رح يكون من صالحنا أبداً يشوفونا سوا. سكر كل الأبواب هون ولا تخلي حدا أبداً يطلع أو يفوت على المبنى حتى نخلص تفتيش، ماشي؟ حاضر حاضر. سيد ريدي، ما لقينا شي خلال التفتيش. كيف بدك تلاقي شي إذا أنا ما عملت شي غلط نهائيا؟ إذا ما لقينا شي هاد ما معناته يا سيد ريدي إنه ما في أي شي. القصة ما خلصت هون. بالحقيقة أنا كمان بدي أحكي معك بخصوص صفقة الأدوية اللي عملتها، وأنت هلأ لازم تجي معي لعنا على مكتب الإدارة. أنا بعرف منيح مين هو الشخص اللي حرضكن لحتى تيجوا لهون. أنا ما رح أحكي كتير، لهيك اسمع منيح. شو ما بتعمل حاول إنه تعمله بحذر كتير كبير، لأنه وقت الحساب أنت اللي رح تكون المسؤول. أنا خطبة بنتي الوحيدة رح تصير قريبا، الاستجواب هلأ يمكن يسبب لي مشاكل، لهيك خليكم محترمين وروحوا من هون. بس استاذ انا هلا لازم اخذ شي حدا معي، وانا ما بقدر اني روح معك ولو دقيقه. انا قلت لك
فيدانت شخص كتير بيخاف على سمعته ومكانته، وأنا ما فيني خلي عرس أنوشكا يلتغى بسبب هالشي. بس أنا اللي كنت مسؤول عن صفقة الأدوية، إذا كان بدك تستجوب شي حدا فيك تأخذني لألي. شوفي مين هدول الناس؟ اهدي، كل شي تمام، فوتي لجوا ورح تعرفي. كل شي تمام؟ وكل هدول الناس حواليك واخدينك معهم؟ اللي شو عملت؟ لو سمحت انا بدي اعرف شو اللي عم بيصير. نحن اخدينه مشان الاستجواب، وانتي لو سمحتي لا تتدخلي بهي قضايا قانونية ابدا. بس انتو ليش اخدين سيدانت معكم؟ هو شو عمل؟ يمكن يكون عمل ويمكن يكون ما عمل، نحن رح نعرف بعد التحقيق معه. يلا خدوه على السيارة فورا. يلا تحرك. استنى، انت ما فيك تاخده معك هيك، انا رح احكي مع البابا هلأ. انت ما تتدخلي بهي القصة، هاي مشكلتي وانا رح حلها، بس عندي طلب منك، لا تقولي لأمي عن هالقصة. امشوا يلا. اللي عمله سيدان دمر كل الخطة اللي كنت حاططها. هو مفكر حاله انه ذكي مو هيك؟ خليني اشوف هالمرة كيف بده يطلع منها. هو ما لازم يطلع هلأ، وخليه يعفن بالسجن كم يوم. شو؟ ألو، احكي مع مدير دائرة التنفيذ هلأ فوراً، خبره انه السيد كيكي رح يحكي معه الانفراد. بابا شو عم يصير هون؟ مين كانوا هدول وليش اخدوا سيدانت معهم؟ هنن اجوا مشان يعتقلوني انا. سيدانت عرض يروح معهم، هو بيعرف انه ما لازم يكون في مشاكل قبل خطبتك، وكمان فيدانت كتير بيخاف على سمعته ومكانته، بس انت لا تخافي، انا رح اطالع سيدانت وبسرعة وبأقرب وقت ممكن. وينو سيدانت؟ هو ما بيعمل هيك ابدا، هو مختفي كل الليل، شو اعمل؟ ماما انا ما عم اقدر اتصل فيه، حتى سويتي ما عم يرد كمان. يا ربي انوشكا، اتصلي بانوشكا بركي بتعرف وينه. ايه يمكن عم تتصل فيني لتسال عن سيدانت. شو اعمل انا هلا؟ مضطرة اكذب عليها، خليني الا انه مع سويتي. مرحبا انوشكا، شفت؟ اعطيني اياها. الو، ايه بنتي بدي اسالك، بتعرفي وين سيدانت هلا؟ هو ما رجع على البيت امبارح. قلت انت يمكن تكوني حكيتي معه او بتعرفي شي عنه، هو ممكن يكون راح لشي محل. عمتي سويتي، ممكن اطلب منك هالطلب؟ ساعدي لسيدانت ليمشي بالطريق الصح بحياته، لا تخليه يغلط، أعطيه النصيحة الصح.
أنوشكا؟ إيه عمتي، أنا بعرف وينه سيدانت. كيف؟ وين؟ وينه هلأ؟ عمتي في فريق من دائرة التنفيذ اليوم إجوا أخدوا معهم مشان التحقيق. تحقيق؟ ليش؟ شو عامل؟ لا عمتي، هنن ما اعتقلوا، هذا أجراء روتيني. شو عم بتقولي؟ هن اعتقلوه. شو؟ 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 شو في ماما؟ ماما؟ سيدانت شو في؟ هو حيرجع. قالت إنه إجوا واعتقلوه. هن اعتقلوه. لا 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 ماما، أخي رح يرجع، بارا بوقت. لك أنا شو اللي عملته؟ ماما شربي مي، أخي أكيد رح يرجع، كارتيك قال لي إنه عم يعمل جهده لحتى يقدر يطالعه. عمتي عمتي، هو عمل هذا الشي مشان البابا، صدقيني ما عمل أي شي غلط، هو ما عمل أي جريمة، وكمان حتى البابا رح يعمل كل جهده إنه يطالعه بأقرب وقت، بس كان في شوية سوء تفاهم مع فريق التنفيذ، لهيك هنن أخدوا سيدانت معهم، هنن ما وجهوا أي تهم لألو. ماما بورفا، انتي كمان انتي هون؟ بما انك هون امي اكيد رح تطبخ شي طبخة مميزة لإلك، وانا رح اكل منها كمان. ماما انا كتير جوعان. اخي منيح انك اجيت لهون. شو قصدك؟ ليش؟ وين مفكرة رحت؟ عرفت، مبارح بالليل ماما مرته لسويتي مبارح كانت عم توجع معدتها كتير، ومثل ما بتعرفي سويتي هو حساس شوي وبيهتم بمرته كتير، فرحت معه، ولهيك لما رجعت. شو صار لكم؟ انتو ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ طيب وكيف صارت هلأ مرته لسويتي؟ لا أحسن بكتير، نحنا أخذناها على المشفى مبارح وهي منيحة. عمتي أنا بستأذن هلأ. راحت بدون ما تأكل؟ شو مشكلتها؟ هي راحت لأنه لسه فيها خجل. السؤال إلك سيدانت، شو مشكلتك أنت؟ فكر إنك صرت كبير لهيك بلشت تكذب علي ومباشرة بوشي؟ ماما أنا ما قلت لك لأنه ما كان بدي إزعجك، أنا فكرت إنه أنت وبورفا. ماما ما في شي خطير، بس كان في تحقيق عن جد صغير. تحقيق صغير؟ ليش كذبت إذا كان هيك؟ أنت ما تعرف أمك سيدانت، أنا بقدر أتحمل أكبر الصدمات بهالحياة، بس أنا ما فيني أتحمل إنه ابني يصير يكذب علي، ما بقدر أتحمل هالشي. لا تنسى إنك بتكون ابنه لبرابا كارسينا. هو بكل حياته ما كذب أو تصرف أي تصرف مانو شريف. خليني قلك شغلة، إذا شي مرة أنت فكرت أنه تعمل شي ممكن يكون غلط، أنا ما رح سامحك نهائيا. ماما أنا ما رح أعطيكي فرصة لحتى تشكي فيني، أنا ما رح أعمل أي تصرف ممكن أنه يخليك تحسي بالعار. عود، رح حضر الأكل. أنا كتير آسفة بورفا، عمتي جياتري أكيد هلأ مزعوجة بسببي أنا. هاد مو غلطك أنتي،
أخي هو اللي كذب علينا. أنتي لازم تنبسطي من حالك لأنك قلتي الحقيقة. أنا لازم روح هلأ. أنتي إجيتي على بيتنا لما كنا أنا وأمي بمدينة أباد ما هيك؟ لا أبداً، ليش مفكرة هيك أنت؟ لا بس بالحقيقة أنا لقيت هاي بالبيت وهي مو إلي، لهيك أنا فكرت إليك. إيه صح، هاي لإلي، يمكن أنا نسيتها هون شي مرة من قبل. أنا كنت بدي أعطيها لأخي سيدانت مشان هو يعطيك إياها، بس منيح إنك إجيتي. شكراً. شوفي أنوشكا، بورفا. ليكي أنا بدي أقلك شغلة مهمة. شو هي هاي الشغلة؟ هداك اليوم لما ما كنتي أنتي وعمتي بالبيت أنا إجيت لهم. أوه بس ليش لحتى تخبي هذا الشي؟ ليش كذبتي بهذا الموضوع؟ موجودة. كتير حلو أخي، أنت خبيت هيك شغلة مهمة عني؟ لا تبلشي هلأ، أمك بهدلتني اليوم وكفاية. أنت بتستاهل هاي البهدلة بعد الشي اللي عملته. بكل حال أنا ما كنت عم أحكي عن هالشي. لكن عن شو عم تحكي أنت؟ شو عملت أنا كمان؟ شو مخبي عني؟ أنت اللي لازم تقلي، ولمعلوماتك خليني قلك أني صرت بعرف وأنه أنوشكا قالت لي كل شي عن اللي صار بهداك اليوم. أنا بحبك كتير يا سيدانت، كتير بحبك. يعني أنوشكا تذكرت كل هذا الشيء؟ شو قالت لك أنوشكا؟ شفت؟ أنت عم تخبي عني. شو عم خبي؟ شو بدي خبي إذا ما في شيء صار؟ بصراحة أنوشكا يومها كانت شربانة، لهيك أنا جبتها على البيت، وهي هلأ رح تنخطب، لهيك ما رح يكون منيح إذا حد عرف بهالقصة، ويمكن تصير مشكلة. وبعدين مثل ما بتعرفي هي بتضل رفيقتي. لحظة، اللي هي وين نامت؟ شو هالسؤال؟ هي نامت هنيك بغرفتك. بس أنا لقيت دبوسة هون بغرفة حضرتك. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.